طيب لازم أصور لكم الشيء هذا. طبعا هذا يعني على قولتهم يوروكم السيارات زمان. هذه سيارة أمريكية ما هي موجودة حاليا، تكر تسمى. يقول لك حاول أنك تمسك الدركسون تروف يمين يسار. النور زمان في السيارة هذه كانت زي ما تقوله أوبشن، اللي هو خيار، تلف يسار يمين يلف معك النور. طيب خلنا نلف يسار، شوف النور وين راح، يمين شوفوا يسار. هذا أوبشن كان في السيارات الأمريكية أيام الأربعينات. تكر هذا اسم الشركة، وهذه مكينتها. شوف كيف، شوف الحجم كيف كانوا يشتغلوا. تحديات بينهم عاد في الشركات، راح تستغربوا عدد شركات كبير وقع.